السلام عليكم إخوان المتابعين والمتابعات، مرحبا بكم معنا من سوق الجمعة ديال قيصر. اليوم 25/3/2022، نبداو مع تبارك الله. انت هما جوج كورة ياك محمد؟ اي جوج كورة عندنا، جوج كورة. وصلنا طلع الجموع الاول، طلع الجموع الاول. ثمان ستة وخمسين تابس 2800 اللي عطينا. باغي 3000 درهم. السوق كي ولا شوية تحرك مازال؟ مليح مليح شوية منغوص شوية. ياك مليح منغوص. العادي هذاك العادي باقي كما كان؟ لا العادي باقي هو باقي الثمن طايح. باقي شوية طايح. الشروات الحمد لله. الحمد لله. الربيع. وبلاصة كاين اللي فيها الربيع كاين البلاصة اللي شوية ما فيهاش. الله يسهلك اخويا محمد، الله يجيبك التيسير، الله يجيبك التيسير. هاي النعيجة. شويه عليها بشويه عليها. ولادها زينين اخوان. الله يسهلك يا محمد. تبارك الله. كلهم والدات ولا؟ خمسة والدات جوج دافعات على مين. استنى منا شرينا 45 عطاك 36 و 500 جوج دافعات و 5 والد. استنى منا شرينا استنى السداسيه يلا طلعت كاين 40 و 60 40 تبارك. باينة أبو بكر، باينة أبو بكر. هذوك الزوجات مية وعشرة هذوك. هيا غنشدو عليهم تا هما، نمشيو عندهم نشدو عليهم. وكاين تبارك الله السرديات زينة. بدر هاتولي يا بدر يعني الحوليات. حط حط تبارك الله. ابو بكر اجي ابو بكر شنو الفراي الله يرضي على خويا. ما شاء الله اللهم بارك. ابو بكر عزيز وعزيز وعزيز. ابو بكر شنو هادو الله يرضي على خويا؟ اش والدين؟ هادو هما ديال السن. هادي عندها فروه حوليه ولادها. شنو؟ اييه. هادي عندها فروه حوليه 110. خروف حولية خروف حولية عاطينا 110. قلت يا سداسيات. هادي سداسية ديالها طالعة جمهور. تو مات بجوج. شوية علي ما بكر. أنا زينة. أغلى من صحيحة تابعة غندفعوها طيح. ياك ولا لا؟ وخاف. غندفعوها طيح. خلي لهم نمرة التليفون والله. نمرة كنا عطيناها مو ما كيصدمونا كنت كتبغي تنعس. كيبان تطوط. اللي مريحة في القهوة ماشي. تبارك الله النعجات هما والدات. سن ما خويا منا الشري. نعم سن منا الشري. سن واه 3 ستاتيات وحده طالعه جموع. شحال من خروفه شحال من خروفه اخويا؟ جوج الثمن 22 عطاوها لك. اه شحال قاطع انت؟ عطاوه 1100 درهم. وكيجاك السوق في قيصر تاع النعجه اليوم؟ الحمد لله مع الامطار نزلت ديال الخير الحمد لله ما كاين. شويه السوق بدا كيرجع للثمن ديالو.
اي والله يسهل والله ما يسهل اللهم امين تبارك الله عليك اخويا الله يسهل تبارك الله صباح الماشيه المغرب افغاني اي افغاني طبق الله يحفظك شحال باش مشات؟ 39 قول لي كي دايره في السن وشحال من خروف شحال من خروفه؟ 36 1750 درهم قلنا السن صغيره عندك الله يسهل لك اخويا الله يسهل لك المرضي الله يسهل لكم الدراري تبارك الله عليك الله يسهل لهم مولاي بدا 35000 1750 باش دا تبارك الله دي قطعه بحوليها بحوليها هي سارح قبل انت مسارح حتى هو كي داير في السنه شحال من ولد شحال من خروف يا تبعوا السوق كامل يا اخوان ما يزقلوش راه جاي الشعيب ويلي قول لي شحال عطاوك الثمن 43 جملة ويلي شدوها الاخوان نشاو يقتلوها الاخوان ستيات عطاوك 43 قال لي عطاونا 43 جملة جملة هذا مشى ياكل قال فتاة تاس مشاو لي اخوان نجمع لي السوق كامل السوق خواه انتو قاتل الغلم حدايا يا ربي السلام اتمنى ما يقتلوش بعدا يعيطوا لي على الامن ياك يعيطوا لي على الجوندار من الاحسن خلي ما يديروا معاه خد 43000 اللي عاطينه باقي عندك بشي سلعه هكذا هذا الشيء اللي كاين 2150 درهم السوق شويه موقد غالي غالي الله يسخر يا ربي السلامه نتمنى ومن ربي ما يوقع والو شادين واخوان راهي ما عندهم الزوقه تما يا ربي اجي اجي قول لي الدبره قول حيت هذاك خلي النمره 06 06 58 94 40 97 ايوا بشحال قاطعين انتوما قال لي انا عاطيني 44 اللي زاكي فيه 44 زاكي حاولي عاطيني فيه 54 انت بشحال قاطع انا كنت قلت لهم 57 ما عطاوش لك ما عطاوش لي ما كاين حتى وحده انتوما انتومين جوج انتومين جوج اربعه حوليات اربعه تخرفين اربعه حوليات اربعه تخرفين دابا هاد الشفار مشى غادي ياكل واحد الطلحه تاع عكس هاد الشفار دا خرج حي لاباس عليه هاد الشيء اللي قلت هاد الشيء اللي جايبين محاش يخرج حي لا قواقف لا لا ما ضربوش مشكله يا ربي السلام راهم كيضربوا فيه ياك قول لهم زقاو عليه حتى يجي الامن غادي يدير خدمته غيكون دخل يجيب شي واحد داير خدمته من يجيك ياك والله يسهل على العموم انت الله يسهل عليك في هذا الشيء اخوانا غادي نوقفوا الفيديو هنا ان شاء الله هذاك هذاك ها هو هنا في هذا القنيته راه مشدود هنا في هذاك البلايص راه هو داير بين الناس ندور بالغلم وانا لقيت كندورها بالشفار
كيداير امشي بخير امور هانيه الله يحفظك الله يبارك فيك وسلم لي على كاين ياسين لا ما كاين والله يسهل عليك الله يسهل عليك اخو نمشي نشوفوا اخوان ندير لي واحد طالع واحد المولى ضربوه كما قلت لكم انا وقف هنايا ما غاديش نزيد نصور شي حاجه اخرى ندور به النمره راه خلينا لكم تاع السيد نتمنوا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم واخا ما فيش واخا طولت عليكم هنايا ولكن راكم الشوق قال لي دور بالغنم معاكم كما قلت لكم تبهيت مع هذا دخلوا لقيطونا اخوان يا ربي السلام